هنا اللي بيجيني في مكان بيسميها بس لكن احنا الزهر قديم زمان كان بي يعني اللي عايز يعمل زهر بيطلع الطاقة اللي جواه في الزهر والزهر ولا دجل ولا شعوذة لان هو زي موسيقى روحانية الموضوع انه دي حاجة بتطلع منك او بتدخل فيك روحانيه ما كانتش موجوده او بتحسسك بوجودك لان انت هنا وسامع الات عمرك ما هتسمعها في المزيكا العاديه اللي انت بتشغلها كل يوم في العربيه او الاغاني اللي احنا بنسمعها كل يوم انت بتسمع حاجه جديده عليك بس هي جواك هي منك انت مصري ده تراث دي الناس اللي بتجسدك